السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الراجل ده؟ المهم النهاردة هنعمل تحقيقات في كركب بيبي وكلهم. دلوقتي في فريدي، المعلم فريدي فاتح بقه ولا ايه؟ طبعا هو فاتح وطبعا بيخطنا، انا عمري بتخطى حبيبي. هو طبعا يعني عنده طفل جواه او واحد كبير، فالكتر ما هو بيكسر نفسه لجسمه، بيطلع جسمه كله بيتحول لحديد زي ما احنا شايفين، حديد 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 حديد، كله حديد وعبارة عن الحديد طبعا، العينين وكله، وهو الولد العين المحبوس جواه، وكله مسكين وبيتكهرب كل يوم. ودايما لما بنلعب لعبة دي، لعبة فريدي دي لاندي، بنلاقي جرنان قبل ما نبدأ بيكون مكتوب فيه حاجات غريبة ومنحبش نقرأ. فدلوقتي احنا هنحاول، وفي صورة أحلى مكان في الدنيا بيقول انه جميل وحلو، وين تيك بيتزا بيقول انه مكان للبيتزا بياكله، وبيتزا كله مبسوط، وبيكون فيه كترونين اكترونكس اوف فرايدي، انه هو بيكون واقف على المسرح في وبيتزا. تريد ان تروح اليه 1,000,000 جنيه او 15 جنيه. awake to a play kill 1555 phase. وطبعا كل الكلام المكتوب كان كلام غريب جدا، وبيكون كلام بيوضح عليك ان هو مكان رائع، وفي الاخر بيكون عايزين يقتلوك لان يكونوا هم مش عايزين يقتلوك. هو الالي الروبوت الكترونيك هو اللي يكون عايز يقتلك، بيكونوا مش عارفين يتحكموا في نفسهم كويس، بالذات شيكا بتكون مش عارفة اصلا تعيش جواه لحد ما ماتت من النار، وبقت مش بتتحكم، وبقت بتقتل كتير بالدرجة ان ايديها اتكسرت، وبقت مش بتصنع كب كيس، واما لقيت ايديها تاني بقها اتكسر وكل حاجة باظت، وبالذات بون بون. بوني ده كان احلى واحد في الدنيا ومشهور، وفريدي كانوا هما الاتنين بيحبوا بعض، لكن فجأة بقى فريدي بيكرهه جدا، مش بيطيقوا حتى يكون يتكلم معاه، ومنلاحظ انهم بيبوظوا اكتر واكتر واكتر من الناس، وكلهم بيبوظوا لحد ما يبوظوا حتى حتى. وطبعا هو ده اللي عايزينه، واما بنلاقي كاميرات عندهم، ليه حاجة بتشخول حاجات تشخول والمكان. اول مكان كام 08، كام 03، كام 01، كام 05، كام 06، كام 02، كام 04، كام 07، كام 010، كام 012، كام 11، كام 9، وهكذا بالارقام لحد 11. وطبعا احنا بندوس عند المكان ده لان يصعب اكتر ويكونوا بيجوا بسهولة جدا، وفي الاخر بنموت، بنكون مش عارفين نخرج، واحيانا بنخرج ودايما بتجيلنا الصورة دي اما بتخسر، وتظهر لك علامة وكتابة اسمها game over بالدم.
احيانا وبتكون بيضة، ودي الصورة احيانا بتيجي. It's me دائما بيقولها بوني، بيقولها، لكن الصورة دي اول مرة نشوفها، وبتكون بترعب للاطفال وكلهم بيخافوا، لكن دي الصورة دي مش بنلاقي حل ليها، مش عارفين ايه الصورة دي تماما. احيانا بنكون بنكتب الاسماء دي، اسكام علكم ورحمة حشة وبركاتة، كلام غريب بس يكون مفهوم احيانا. وطبعا بيكون هنا الولد الصغير البعايد جامد جدا، فلا البتاع الالكترونيك ده اللي هو فريد، فالناس خدوه وحطوه في بقه، فللأسف البتاع ده عضه. ودي العيلة كاملة وهي بايظة بتتحول. هنا بيكون الأخ الأكبر شوية، وهنا بيكون البنت المسكينة اللي بتكون راحت لكركس بيبي مات. وطبعا ده الولد الصغير المسكين، وطبعا ده بيكون أخوه كبير شوية، بتحول زي بابا. أنا مش عارفة ايه ده، هو ايه ده؟ مين فوكس الأستاذ الأفندم ده؟ طبعا فرادي هو الألعاب والجزء الألعاب أفندم. أنا عايز أفهم مين ده، ده مش من جزء العيلة. فين بلوري كمان؟ فين الأم؟ تقريبا بيكون موجود شوية حاجات، لأني بقى أنا بكلمكم من الصورة دي. وطبعا انتوا عارفين ده شكلي، طبعا انتوا عارفين شكلي ده، هو ده. خلاص كفاية هاري، فانا عارفة انكم يعني عارفين ان الكترونيك دي بايظة وما فيش حاجة بتتحكم بيهم عشان يعملوا كده. يعني اعمل لهم ايه يعني؟ ها؟ اصلا لقيهم عشان اعمل لهم حاجة يا جدعان؟ راح اقول كله بالله. بجد بيكون حاجة غريبة. انت دخل جوجل كوم، طبعا بيكون هنا فريق اولاد، وهنا بيكون فيديوهات مضحكة للعبة دي. لا جدعان انا لازم العب. لاني بطلة في العالم بنقذ الكلب.